توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي من فريق فيكتوريوس بطلا لبطولة العيد الوطني المجيد للقدرة لمسافة 120 كيلومتر. كما توج سموه الفارس عبد الله الرويعي من فريق فيكتوريوس بالمركز الثاني والفارس عيسى العنزي من نفس الفريق بالمركز الثالث ليتمكن فيكتوريوس من السيطرة على المراكز الأولى في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ويأتي تنظيم الاتحاد الملكي للبطولة تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسط مشاركة كبيرة من الإسطبلات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستويات العالية التي شهدتها بطولة العيد الوطني والمشاركة الواسعة والتنافس المفتوح بين كافة الإسطبلات والفرسان، مشيرا سموه إلى أن هذه المستويات حافزا في مواصلة التألق للفرسان والإسطبلات في البطولات القادمة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة العيد الوطني حققت العديد من الأهداف والتي يأتي في مقدمتها تأكيد القدرات العالية للفرسان والإسطبلات بالمشاركة بمختلف السباقات، وهو ما يساهم في مواصلة تطور رياضة القدرة. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: سنواصل بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص في سبيل الارتقاء برياضة القدرة في مملكة البحرين والوصول بها إلى حدود التطلعات والآمال، ونحن ماضون في عملية التطوير وتحقيق الأهداف التي تم وضعها، وسنواصل على دعم الإسطبلات والفرسان للمساهمة في بقاء القدرة البحرينية في أعلى المستويات. هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة جميع مراحل السباق الذي شهد مشاركة واسعة من الإسطبلات والفرسان، حيث أعطى متابعة سموه الفرسان حافزا في التميز والتألق، خصوصا أن سموه كان موجها لهم طوال مراحل السباق. من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود سموه المتواصلة بمواصلة الارتقاء برياضات الفروسية بشكل عام وسباقات القدرة بشكل خاص. كما أوضح سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة أن المستويات المميزة التي شهدتها بطولة العيد الوطني للقدرة دلالة واضحة على التطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة بفضل متابعة واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وحرص سموه على تقديم كامل الدعم للإسطبلات والفرسان. أبو حمد، مبروكين أولا بطولة العيد الوطني المجيد. توجيهاتكم الله يسلمك في هذا الموسم أثمرت في السباقات السابقة واليوم أيضا يعني. الحمد لله على كل حال، كأس غالي علينا جميع بحجم اسمه وعيدنا الوطني المجيد، يعني فرحة وطن، وإن شاء الله أن هذه الأفراح تواصل
وهالمسرات ان شاء الله على المملكه. الاداء اليوم يعني عجبني الحقيقه، والسرعه كانت يعني ما شاء الله هايله، التنافس كان شديد، يبين لك كل واحد حريص انه هو يؤدي افضل ما عنده خاصه في هذا الكاس. طول العمر خلينا نقول احنا فيكتوريوس اعتماد اليوم على اصحاب الخبره وادخال الدماء الشابه، فاحنا الله يسلمك شنو الرؤيه المستقبليه لهذا الفريق؟ مو بس الفرسان الدماء الشابه اللي عندنا، حتى الخيل، خيل جديده، فدخلنا طعمنا الخيل بمجموعة أبطال قدامة وخيل جديدة، ونفس الشيء فرسان قدامة ذو خبرة وشباب وياهم يتعلمون منهم. فاليوم الخبرة والمكسب اليوم مو بس الفوز، إن احنا ضمننا إن عندنا أبطال من الفرسان وأبطال من الخيل الجديدة. طول عمر مع بداية العام الجديد سباقات راح تبتدي بقوة، وسباقات دولية اليوم ناشنال لكن بيكون انترناشنال يعني، وهناك ملامح إلى تطوير هذا السباق إلى ما هو أفضل. الحمد لله دائما نطمح لهالشيء هذا، والمشاركة كانت عظيمة، وإن شاء الله البطولات الأكبر بإذن الله.